مساء الفل يا قفشه، كابتن، مساء الفل على حضرتك. يعني كلام حضرتك ده كبير جدا عليا، ربنا يخليك. وانا فعلا يعني النهارده مبسوط جدا ان انا طالع مع حضرتك. يمكن دي اول مره ابقى طالع في حلقه ومبسوط بجد، وانا جاي مبسوط يعني عايز اطلع، عايز اول مره في حياتي ابقى طالع حلقه فعلا وابقى مبسوط بجد. فبشكر حضرتك على الكلام الجميل ده يا كابتن. احنا اللي بنشكرك انك لبيت الدعوه، وانت دايما بتنور، ربنا يخليك. ودايما حلقاتنا بتبقى جميله من فضل الله. رب ان شاء الله تستمر ان شاء الله. الحلقات في الجمال. لكنه اكيد مبسوط كمان، انت كنت متخيل ان الناس تحتفل بالقضيه الاحتفال ده بالشكل ده يا قفشه، ولا السنه دي الاحتفال شويه اوفر؟ لا والله يا كابتن، هي كل ما الوقت بيبعد، يعني كل ايوه ما الايام بتعدي كل ما الاحتفال بيبقى احلى. والله. اه والله، بس انا النهارده يعني عملت حاجه كده، وانا قاعد في البيت طول اليوم، احنا بنتمرن الساعه 11، فروحت البيت نمت ساعه كده، وبعد كده صحيت قاعد في البيت. انا تقريبا شفت كل الفيسبوك من تليفون مراتي، وشفت كل اليوتيوب، شفت كل كلام الناس، شفت الناس بتقول ايه، شفت كل الفيديوهات. فانا حاسس ان النهارده يوم عيد ميلادي، يعني النهارده عيد ميلادي، الله مش والله. يعني عيد ميلادي اللي انا اصلا اتولدت فيه، الاحتفال ما بيبقاش فيه زي كده. فعلا. فانا عشان كده جاي مبسوط، وجاي حابب ان انا ابقى موجود، وجاي حابب ان انا ابقى مع حضرتك واتكلم مع الناس واكلم جماهير النادي الاهلي، عشان حاسس ان هم مبسوطين وعايزين يشوفوني. فعشان كده حبيت ان انا اطلع، وحابب ان انا ابقى مبسوط وابسطهم يعني معايا. حلو ان انت مبسوط، ويا رب دايما طبعا مبسوط وفرحان. يوم عيد ميلادك يعني بتشبه اليوم ده، الهدف ده، الانتصار ده بعيد ميلاد قفشه. والله يا كابتن، زي ما بقول لحضرتك، انا تقريبا بقيت احتفل باليوم ده اكتر لا من يوم عيد والله. ميلادي. والله يعني انا عيد ميلادي اللي فات ما احتفلتش بيه، لان احنا كان عندنا ماتش السوبر في الكاس مصر في الزمالك، اللي هو بتاع السعوديه. نعم. فانا عيد ميلادي 6/3، الماتش اي كان 8/3، صح، ما الماتش تنفعش. اللي كسبنا فيه 2-0 ده اللي انا نعم، جبت فيه جون انت برضه جبت جون الحمد وعملت لله. جون. فما احتفلتش، عشان فشوف النهارده حتى لو انا ما احتفلتش مصر كلها مصر بتحتفل كلها بالظبط، بتحتفل. فدي حاجه كبيره طبعا.